نصل إلى الفيديوهات اللي كلنا منتظرينها الخاصة بالتطبيق العملي للمحادثة ونماذج المحادثة. يلا نبدأ بأول حلقة من المحادثة العملية. يلا يبدأ، يلا بينا على بركة الله. في الفيديوهات اللي فاتت ناقشنا الخاصة بالمحادثة، ناقشنا كتير وتعلمنا ازاي نبدأ المحادثة وازاي ننهيها وبعض الجمل والتركيب والاسئلة. هندخل دلوقتي في التدريب العملي والشيء العملي الخاص بالمحادثة. في نماذج معينة من المحادثات هناخدها. المتحدثين طبعا باللغة الانجليزية وهم من المتحدثين الاصليين بها. هنلاحظ الكلمات اللي بتتقال والمحادثة ازاي اتنين بيتكلموا مع بعض بشكل سهل وسلس، ونبدأها بالتحية والحديث بشكل عام زي ما هنشوفه في المحادثة، مكتوب مترجم باللغة العربية ومكتوب ايضا في اللغة الانجليزية. عايزين نركز عشان نفهم ازاي بدأوا المحادثة. المحادثة ما بين شخص سائح او زائر وما بين واحد من أصحاب البلد، فبيتكلموا مع بعض في محادثة بسيطة وسهلة. يلا نبدأ. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Where are you from? I come from England. You come from England? Do you like Manchester United? I don't like football. Oh. You don't like football. I see. Why did you come here? I came for vacation. You came for vacation? Are you having fun? Yes, I'm having a great time. What do you like the best about here? What do I like the best? Well, the people are very kind. Yes, the people here are kind. Do you like the food? Yes, the food is great. Is the food too spicy for you? No, I love spicy food. I can eat spicy food every day. How much longer will you stay here? I will stay 2 more days. Oh. Then you will go home? Yes, then I will go home. Where do you work? I work for a big company. What kind of company do you work for? I work for an import company. And what about you? I work at a bank. Huh. Are you a bank teller? No. I'm the owner. Oh. بعد ما شفنا الفيديو الخاص بالمحادثة، أتمنى نكرره أكتر من مرة، وزيادة على كده نكرر مرة واثنين وثلاثة. المصدر هسيبه لكم في أسفل الفيديو. عايزين ندرس كل حاجة، نشوف بنركب ازاي السؤال، نشوف ازاي بتكون الاجابة وازاي بتكون مختصرة، تعبيرات الوش واحنا بنتكلم ازاي. وبكده ننتهي من اول حلقة في حلقات المحادثة الخاصة بالمحادثات العملية، وهنكمل المحادثات او سلسلة الفيديوهات الخاصة بالمحادثات الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لكم، اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كلها جديد من قناة Easy English with Mr. محسن. شكرا لكم، الى اللقاء، باي باي.